فتاة تتحدى الله في الحرم المكي أمام آلاف المسلمين، فجاءها الرد الصاحق والمدمر من الله سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سنخبركم الآن عن قصة غريبة وحدثت من فتاة داخل الكعبة في الحرم المكي. كانت هذه الفتاة واقفة عند مقام إبراهيم داخل المسجد الحرام. هذه الفتاة تحدت قدرة الله تعالى، فانظر ماذا فعل الله بها. دخلت هذه الفتاة المسجد الحرام ووقفت عند مقام إبراهيم وخرجت الهاتف ثم بدأت تتكلم فيه وتضحك بصوت مرتفع والشباب ينظرون إليها، فكانت ملفتة للأنظار. فرآها شاب وهي تضحك بصوت مرتفع فأراد أن ينصحها، فكلما أراد أن يكلمها تهرب منه وتنظر بعيدا عنه وتواصل الضحك بصوت مرتفع وتتكلم بنكت وكلام مضحك لا يصح. فاقترب منها الشيخ فقالت له: ماذا تريد مني؟ فقال لها الشيخ: اتق الله، اتق الله، أنت في بيت الله والشباب ينظر إليك ويفتن بك، اتق الله. فلم تسمع له واستمرت في ضحكها. فقال لها: لو أن الله تعالى أرسل إليك ملك الموت الآن ماذا ستفعلي وماذا ستقول لربك وأنت واقفة أمامه؟ فقالت له: أتعرف ماذا أقول لملك الموت؟ سأقول له انتظرني عند البوابة 9. فصدم الشيخ تماما بما سمعه وقال لها: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ثم ذهب وتركها. فيقول الشيخ بعد مرور بعض الوقت: وأنا أطوف وإذا أرى جمعا من الناس التفوا حول شيء عند البوابة رقم 9 وأنا لا أرى لماذا تجمعوا. فاقتربت إليهم حتى وصلت إلى البوابة 9 فإذا بجسة مغطاة، فسألت من تكون؟ فقالوا: لا نعرف. فاقتربت ونظرت إلى وجهها فإذا هي الفتاة التي قالت سأقول لملك الموت انتظرني عند البوابة 9. فسبحان الله، لم يخرجها الله تعالى من الكعبة بل أرسل إليها ملك الموت ينتظرها عند البوابة 9. فانظروا واعتبروا، إياكم أن يتحدى أحدا رب العزة سبحانه وتعالى، فمن هي حتى تتحدى ملك الملوك؟ اللهم ارحم ضعفنا يا قوي يا الله وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم آمين. وأيضا انتشرت صورة خلال هذين اليومين عبر الواتس أب وتويتر والفيسبوك وغيرهما، تظهر فتاة تلبس ملابس الإحرام الخاصة بالرجال وتظهر جنبها الأيمن، والتعليق على الصورة يقول: فهم العمر خطأ. ووردت رواية مفادها أن المعتمرون بالحرم المكي الشريف وقوات الأمن السعودي تفاجأوا بفتاة لبنانية ترتدي ملابس الإحرام الخاصة بالرجال لأداء مناسك العمرة، وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة خانقة بمكان وجود الفتاة، مما اضطر قوات الأمن لوضع العباءة عليها لستر عورتها مدعية أنها لا تعلم أن هذا اللباس للرجال فقط. وقد أوضح قائد أمن الحرم العميد يحيى مساعد الزهراني أن الحادثة غير صحيحة ولم يتم القبض أو التعامل مع مثلها، ولم أسمع بها إلا من خلال شبكات التواصل. ومن جانبه أكد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبد المحسن الميمان أن الصورة غير صحيحة، وتم استخدام برامج حاسوبية للتلاعب بالصورة عن طريق الفوتوشوب، منوها الجميع بعدم تصديق ما لا يصدقه العقل فضلا عن نقله ونشره بين الناس. فهل يصح أن تدخل فتاة بهذا المنظر إلى الحرم وتتجاوز الحرس الموجود؟ ونقص عليكم أيضا قصة لشاب تحدى الله، قصة حقيقية مؤثرة، قصة لشاب يتحدى وجود الله، حيث تقول هذه القصة الواقعية: في ساحة كلية الزراعة بجامعة عين شمس وقف أحد الطلاب ممسكا بساعته محدقا فيها وهو يصرخ قائلا: إن كان الله موجودا فليمتني إذا بعد ساعة. وكان مشهدا عجيبا شهده جمهرة من الطلاب والأساتذة. ومرت الدقائق عجلة، وحين أتممت الساعة دقائقها انتفض الطالب بزهو وتحد وهو يقول لزملائه: أرأيتم لو كان الله موجودا لأماتني؟ وانصرف الطلاب، وفيهم من وسوس له الشيطان، وفيهم من قال أن الله أمهله لحكمة، وفيهم من هز رأسه وسخر منه. أما الشاب المذكور
فذهب إلى أهله مسرورا. خرج يتمطى وكأنه أثبت بدليل عقلي لم يسبقه إليه أحد أن الله سبحانه وتعالى غير موجود، وأن الإنسان خلق هملا لا يعرف له معاد أو حساب. ودخل منزله فإذا والدته قد أعدت مائدة الغذاء، وإذا والده قد أخذ مكانه على المائدة ينتظر. فهرع الولد مسرعا إلى المغسلة ووقف أمامها يغسل وجهه ويديه ثم ينشفهما بالمنديل، وبينما هو كذلك إذ به يسقط على الأرض جثة لا حراك بها. نعم، لقد سقط ميتا. وأثبت الطبيب أن موتته كانت بسبب الماء الذي دخل في أذنه. وفي ذلك يقول الدكتور عبد الرازق نوفل رحمه الله: أبى الله ألا أن يموت كما يموت الحمار. والمعروف علميا أن الحمار والحصان إذا دخل الماء في أذن أحدهما مات من ساعته. وانظر إلى هذا الملك الطاغية الذي تحدى الله، انظر ماذا فعل الله به. النمرود ملك بابل ارتبط ذكره بسيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، واسمه النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح. كان من الملوك الذين يقال عنهم أنهم ملك الدنيا، فقد كان ما لديه لا يعد ولا يحصى. ويقال في الأثر عن ابن عباس أنه قال: ملك الدنيا مؤمنان سليمان وذو القرنين، وكافران النمرود وبختنصر. ملك النمرود استمر 400 عام، طغى فيهم وتكبر وبغي في الأرض وآثر الحياة الدنيا. فلما امتلك المال وثبت له الملك والجاه تكبر على الناس، ولم يتبقى له إلا أن يدعي الألوهية. وبالفعل قال للناس: أنا ربكم الأعلى. وقد كان الناس يأتون إلى هذا الملك فيعطيهم الميرة، أي الطعام والشراب. النمرود كان كلما يأتيه الناس ليأخذوا منه الطعام كان يقول لكل منهم: من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فيقول له هذا الشخص المحتاج للطعام والشراب: نعم أؤمن أنك كذلك، فيعطيه الطعام والشراب. ولما أتاه سيدنا إبراهيم عليه السلام قال له النمرود: من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فقال سيدنا إبراهيم: لا. النمرود زاد عجبا من موقف سيدنا إبراهيم: أولك رب غيري؟ فأجاب سيدنا إبراهيم: نعم. فقال له النمرود: ما صفات ربك؟ فقال له سيدنا إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت. فقال ذلك الطاغية: أنا أحيي وأميت. ثم دعا برجلين كان بالسجن فقتل واحدا منهم ثم ترك الآخر يعيش، ثم قال: أنا أحييت واحدا وتركت الآخر يموت، إذن أنا أحيي وأميت. النمرود تابع موجها خطابه لسيدنا إبراهيم: وماذا يفعل ربك أيضا؟ فلم يطل سيدنا إبراهيم معه في حوار هذا، ثم قال له سيدنا إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، فإذا كنت رب كما تقول فأتي بها من المغرب. الله عز وجل قال عن تلك الحادثة في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله العظيم. وبهذا الطلب بين سيدنا إبراهيم خداعه وضلاله للناس أمام قومه، فلم يستطع الإجابة على سيدنا إبراهيم بل سكت. وهنا يقول الله عز وجل: فبهت الذي كفر. وخرج سيدنا إبراهيم من عنده دون أن يأخذ طعاما لأهله ولا شرابا. وعندما اقترب سيدنا إبراهيم من أهله ملأ ما كان معه من عدليه بالتراب وقال: أشغل أهلي بهم. النبي الكريم لما وصل منزله وضع رحاله واتكأ ونام. فلما قامت زوجته سارة عليه السلام إلى العدليين ويقصد بهم ما كان معه من أمتعة وجدتهما مليئين بالطعام والشراب. ولما استيقظ سيدنا إبراهيم وجد طعاما وشرابا فقال لأهله: من أين لكم هذا؟ السيدة سارة ردت على خليل الله قائلة: من الذي جئت به؟ فعلم أن الله رزقه من فضله. ويقال أن الله عز وجل قد بعث لهذا النمرود ملكا يأمره بالإيمان بالله، لكنه أبى واستكبر أن يطيع. ودعاه الملك مرة ثانية ثم ثالثة فقال له النمرود: اجمع جموعك وأنا اجمع جيوشي.
وعند طلوع الشمس جمع النمرود جيوشه كلها ليحارب بها الله عز وجل، فأرسل الله عز وجل عليه جنودا مسخرة، وهؤلاء الجنود كانوا ذبابا وبعوضا لم يروا الشمس من كثرتها، وسلط الله عليهم هؤلاء الجنود الطائعين فأكلوا لحومهم وشربوا دمائهم حتى تركوهم عظاما بالية، وقد أمر الله بعوض منهم فدخلت في أنف النمرود وظلت برأسه أمدا حتى عذبه الله بها. النمرود من شدة ما تعرض له من عذاب بسبب الذبابة كان يضرب رأسه من شدة الألم بالمرازب أي الأحذية، وكان يطلب ممن حوله أن يضربوه، وظل هكذا ذليلا معذبا حتى أهلكه الله عز وجل بجند من جنوده وهي ذبابة. فسبحان الله عز وجل، رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.